مفيش ميزانية. الميزانية للحرمية. الميزانية للحرمية. طلاب النهارده كليه صيدله وكليه طب كليه طب اسنان. ليه النهارده؟ علشان نعلن دعمنا لاضراب الفريق الطبي اللي بيعلن مطالبه بان في 4% بس من ميزانيه الدوله بتوجه للصحه، في حين ان كل ميزانيه الدوله اكتر من 30% من ميزانيه الدوله بتروح للداخليه. بنقول للناس هنا النهارده ان احنا جايين ندعم الفريق الطبي، سواء الاطباء سواء الممرضين سواء اطباء الاسنان سواء الصيادله، علشان نعلن ان احنا مكملين في طريقنا في الاضراب ده. النهارده الممرضين في اسوء حال، الصحه في اسوء حال، نفس الحال في المستشفيات. اذا كنا احنا جايين احنا مش بنطالب بمطالب فئويه قد ما احنا بنطالب بتعليق كل الميزانيه. ده هيصب في الاخر اولا واخيرا عشان مصلحه المريض. المريض اللي بيتلقى خدمه في كل المستشفيات العامه بميزانيه الدوله بس 4%، في اقل دوله فيها حقوق انسان بيبقى ميزانيه الصحه اكتر من كده. مين يعقل ان 1200 جنيه يبقى ده بديل ضابط الشرطه عن المخاطر، وان مفيش مخاطر للممرضين اللي ممكن يتصابوا بشكل دم ويجي لهم مرض معين؟ يعني لسه كانت في ممرضه بتحكي وبتقول ان احد زميلاتهم جات لها اللوكيميا، فمحدش من وزاره الصحه اهتم بيها، على عكس ان لما حصلت في استاذه جامعيه حصلت لها حادثه الكل اهتم بيها. احنا جايين النهارده عشان نعلن دعمنا لكل الاطباء اللي في كل المستشفيات، اللي ساعات بتوصل مستشفيات 100% الاضراب. جايين نعلن ان احنا بندعمهم جدا، جايين نقول ان احنا مكملين في الاضراب ده، سواء ضد حكومه الببلاوي سواء ضد حكومه محلب اللي بتفكر النهارده انها تفض الاعتصامات بتاع والاضرابات بتاعت الاطباء. احنا بنقول ان احنا مكملين ضد حكومه الببلاوي اللي مشت، وضد حكومه محلب، وضد اي حكومه هتيجي تغتصب حقوق الاطباء. انا والله جاي معاك في مصلحه للمريض والمواطن الفقير العادي الغلبان اللي هو مش لاقي حد يسال عنه ولا يدور عليه ولا يشوف مصلحته فين، والفقراء والغلابه ما حدش بيسال عنه. انا من ضمن الناس عندي اخويا وهو ماشي واقع، خدت بالك؟ دايخ دي مش عارف اوديه فين. الناس اللي هي مرتاحه تسعى الناس الفقيرة عشان ربنا ما يسألهمش في الآخر. يا ريت رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء يهتموا بالغلابة والفلوس بتاعت التأمين الصحي دي اللي مش عارفين هي رايحة فين ولا جاية منين، ما بتستخدمش صح لصالح الإنسان المصري. المفروض إن الحكومة تعمل شعار ليها، الإنسان أغلى ما نملك.